السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الفستق الحلبي بيستاشيو. الفستق الحلبي هو أحد أنواع أشجار المكسرات ذات العائد الاقتصادي العالي. اسمه العلمي بيستاشيا فيرا، يتبع الفصيلة البلازيرية أناكاردياسي. يعتبر من أنواع البطم. يرجع اسمه لمدينة حلب، موطنه أصلي وسط وجنوب غرب آسيا، ويعرف بالفستق العنتابي في تركيا والبستاش في المغرب العربي. يستخدم في مجال الحلويات الشرقية مثل الكنافة والبقلاوة وراحة الحجاج. أهم الدول المنتجة له سوريا ودول المغرب العربي وتركيا وإيران والصين. الوصف النباتي: الفستق الحلبي شجرة متساقطة الأوراق ثنائية المسكن، حيث يوجد أشجار مذكرة وأخرى مؤنثة يصل طولها لعشرة أمتار. الأوراق مركبة ريشية مؤلفة من خمس وريقات. الأزهار حمراء عديمة البتلات تظهر في الربيع. الثمرة حسلة صغيرة، لها غلاف أبيض صلب يحيط بالبذرة وغلاف أحمر طري خارجي. البذرة خضراء. الاحتياجات البيئية: تحتاج الأشجار لساعات برودة لا تقل عن 1000 ساعة، لا تتحمل رطوبة، تنمو بسهولة في التربة الغنية بالمادة العضوية جيدة الصرف، وتنمو في تربة مختلفة لكن أفضلها التربة الرملية الطينية العميقة. فوائد الفستق الحلبي: 1- مفيد لصحة الأمعاء لغناه بالألياف. 2- منخفض في السعرات الحرارية وهذا يساعد على إنقاص الوزن. 3- غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى عن طريق منع تلف خلايا الجسم. 4- مفيد لصحة العين وحمايتها من الأمراض المزمنة مثل اعتام عدسة العين. 5- يساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بمرض السكري. 6- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. شكرا لحسن المشاهدة. من عنده رأي أو اقتراح اكتبوه في تعليقات. بارك الله فيكم، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة، وإلى اللقاء ودمتم سالمين.